السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار في ما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. نتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقول دائما الله يحفظ بلادي من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، كيف ما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، موضوعنا هو جريمة قتل بشعة راح ضحية ديالها مواطن مغربي بالديار الإيطالية في جريمة اهتزت لها مدينة بيزا بإيطاليا. راح ضحية ديالها مواطن مغربي على يد مواطن آخر أجنبي، بالأكثر من ذلك عربي. لكن قبل ما أننا نغوصوا إخواني وأخواتي في تفاصيل هذه الحادثة المفجعة والمؤلمة، كندعوكم أنكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، أيضا بالاشتراك في القناة مع المشاركات، وأيضا ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الاعمال والقضايا اللي تنقوم بها. وبالنسبه للي ما بقاش كيتوصل بالجرس، فيعاود يلغي تفعيل الجرس ثم يفعلوا من جديد باش يتوصل بالجرس لما يكون شي جديد في القناه. فكيف ما قلت اخواني اخواتي في المقدمه ديال الفيديو، جريمه قتل بشعه راح ضحيه ديالها مواطن مغربي كيمتهن مهنه الحلاقه في ضواحي مدينة بيزا بإيطاليا. جريمة قتل وقعت يوم أمس الأحد، واللي خلات واحد الصدى كبير وهزات كل عموم الجالية المغربية وأيضا الجالية العربية اللي تعاطفات مع كل الزبائن ديال هاد الحلاق المغربي. الله يولي برحمة الله، إن لله وإنا إليه راجعون. فقدر الله ما شاء فعل. جريمة لتفاصيلها بدات باعتداء ما كانش كيتوقعوا الحلاق، دون وجود اي مشاجرات، دون اي شيء، يعني ما كاينش شي عداوه ولا صله له مع الجاني اللي هو يعني من دوله تونس الان حاليا اعلاميا ملقب ب يعني الجاني التونسي. ولكن انا كنحبذ ان يعني التوصيف او هذا النعت ديالو بالتونسي هكذا، يعني من الافضل لا، فتبقى يعني حادث اللي عرضي. وايضا هذا الجاني لا يمثل الاخوه ديال تونس اللي كاينين في ايطاليا، وايضا عندهم علاقات وطيده مع المغاربه وكل العرب، يعني عندهم علاقات وطيده فيما بيناتهم في ايطاليا. فهذا الجاني بحسب المعلومات كان ربما يعني في حاله يعني غير عاديه، فقام وهجم على هذا الحلاق اللي كان كيمارس المهنه ديالو اللي هي الحلاقه، وتفاجئ به وطعنه طعنه القلب وارداه قتيلا في الحين في جريمه نكراء، جريمه للعديد والكل كيطالب اقصى العقوبات في حق الجاني اللي كيف ما قلنا كينتمي او لا من دوله تونس الشقيقه. فاخواني اخواتي، جريمه للجاليات المغربية والعربية وكل من عايش وصلاته معلومات حول الجريمة، فكيطالب يعني بعقوبات اللي تكون في حجم هذه الواقعة وحجم الأذى اللي سبوا هذا الجاني في حق الضحية المواطن المغربي. هذه الجريمة اللي هزات بيزا بإيطاليا، ف اهتزت الجالية المغربية بإيطاليا أمس الأحد على خبر وقوع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مهاجر مغربي يعمل حلاقا بضواحي مدينة بيزا الإيطالية. وحسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية، فالضحية كان يعمل داخل محله حيث تفاجأ بمهاجر تونسي يسبه ويشتمه، فدخل معه في شجار ليقوم التونسي بتوجيه ضربة قاتلة أصابت الضحية المغربي على مستوى قلبه ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى المستشفى في محاولة إنقاذه. فكيف ما قلت إخواني أخواتي، فبحسب معلومات ومصادر ومعلومات أخرى، فما كاينش شي عداوة أو لا شيء. المهاجر اللي من تونس قام بمهاجمة ديال الحلاق يعني في المحل ديالو، دخل عليه ودخل معه في السبان ومباشرة ضربه موس القلب ديالو وارداه قتيلا. واش كاين شي حاجه اللي كيجهلها كل من تداول الخبر؟ فاكيد التحقيقات غاديه تنور الراي العام وغاديه توضح هذه الامور
لان كاينين جاليات، كاينين الناس اللي واقفين مع الضحيه، كاينين الناس اللي من وراء الضحيه، اكيد جمعيات والعديد غادي يوقف مع الضحيه في هذه الواقعه هذه، انصافا ليه وانصافا للعائله ديالو. هذا وعم حزن كبير بين افراد الجاليه المغربيه وكاد زبناء الراحل من الايطاليين نظرا لحسن تعامله واخلاقه الطيبه مع الجميع. يشار الى ان التونسي المشتبه فيه سلم نفسه الى رجال الشرطه الايطاليه حيث يتم التحقيق معه لمعرفه الاسباب وراء اقترافه لهذه الجريمه النكراء في حق الشاب المغربي. فهنا التونسي اكيد هو تونسي، لا احد سيزيل عنه هويته التونسيه، لكن اخذ الترويج للضحيه باسم التونسي هو الامر السلبي اللي كيوقع العديد في التعميم، في حين كينساو الالغاء. هنا خصنا نعرفوا كيفاش نوازنوا ما بين التعميم، لحظه استعمال التعميم ولحظه استعمال الالغاء على اي. فهاد يعني اخذ هاد الوصف او النعت ديال الجانب بهاد التونسي فامر غير محبب. فكيف ما قلت قدر الله وما شاء فعل، ان لله وانا اليه راجعون. هنالك رجالات من وراء الضحيه من اجل الانصاف ديالو كيف ما قلت، من اجل نيل الحقوق ديالو من الجاني مقترف هذا الفعل. التحقيقات يعني الجاريه مع الجاني، وايضا يعني بحسب اخذ المعلومات بحسب المعارف ديال الضحيه وايضا الجاني، فغادي تكون التحقيقات من اجل اظهار اناطه كل الغبار واظهار وكشف ملابسات وظروف وقوع هذه الفاجعه. شنو هي الدوافع؟ واش كاين هنالك دوافع اللي اسمه اللي حاضره وفاضل الوجود ديالها، او الاعتداء همجي، اعتداء سافر، اعتداء هكذا من تلقاء نفسه. انسان حس بالقوه ديالو وبغى يمارس الطغيان ديالو وقال انا نقوم بالتصفيه ديال هذا الحلاق. ربما بان له هذا الحلاق يعني خدام مزيان مسهل عليه الله، ميسر عليه الامور، فانتابته غيره ما اولى شي حاجه، ربما اشياء اخرى نجلوها. التحقيقات اكيد غادي تكشف اشنو هي المعطيات وراء مقتل هذا الشاب المغربي، هذا الشاب اللي كما قلنا كان كيشتغل حلاق ضواحي مدينه بيزا. الى هنا اخواني اخواتي، كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه، وكنتمنى انني نكون سلط الضوء بالشكل الكافي على هذه الواقعه. ختاما كنتمنى انكم وكندعوكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، ايضا بالاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الاعمال والقضايا اللي تقوم بها. وخير الختام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.